صدق مرة يا مخلد أسلم حلمت حلم من أعشق أعوذ بالله والله تدري الحلم حلمت إني أكل ورق تحقق هذا من الشعر بالله والله تحلمت مرة إني أكل ورق حتى مو قبل ما تكتب الشعر خلاص صار في داخلك صدق تاك هذا تفسير ولا ما أدري أتوقع زي ما أنا ماني أفسر والله تحلمت هنا إني أكل ورق تش واحد ياكل كبسة ولا انك بتنقلب خلاص ما عاد تحلم ما عاد تحلم يا شوف تفسير الاحلام علم يا ولد اي والله يود انا عندي سواء استغرب كيف يفسر كيف هل عنده حاسه ما بعندنا انا اسمع واحد يفسر مقطع ولا شيء خلاص يود يسال اسئله جهنميه يا ولد أسئلة أنا كمستمع ما تدري على بالي وأحيانا يعرف معلومات من الحلم ودلائل ما تدري على بالك أنت يا المستمع خلني أعلمك مرة أنا أحب أتسمع في تفسير الأحلام الرؤى الرقى دائم كذا أدخل أتابعها أدق واحد على مفسر سلام كيف الحال؟ عندي رؤية؟ قال أطنع أهل الرؤية عليه هذه الرؤية ما حفظتها كاملة بس فيها أن الكعبة مشرفة خلاص أنه من يصلي في الكعبة أو حول الكعبة المهم موضوع متعلق بالكعبة وأن الأشخاص مع في أشخاص يعينون فيه وقدامه المهم من تفسير الحلم من الحلم نفسه شيء حلو يعني تحلم بالكعبة وكذا هذا حلو المهم قال أمك حية قال الله قال شوف أنت فيك من البر ما الله به عليم فيك بر ما أقدر أوصفه أقول بس شوي يعطيه عمر امه قال امك عمرها 46 قال يا شيخ مفسر كيف جاب 46 ما في رقم ما في حد 46 كيف جت قال ايوه يا شيخ قال انت سويت عمل عظيم وشنو مع امك قال يا شيخ امي قد لها مدري كم سنه 10 سنوات مدري 15 سنه تبغى لها بيت لها يقول عندكم مثل جار تبغى بيت يعني وشريت لها بيت وسكنتها فيه انا قال لا في عمل اعظم من هذا العمل شنو يعني الشيخ انبسط وتحسن فيه من كلامه ان الشخص هذا اللي تعلم مسوي شيء عظيم عاد قام يقول ادعي له الشيخ ولا شيء ما له تفسير الاحلام علم يا ولد ايه لا ترى انا بعلمك شو اسمه مره واحد مفسر لي حلم يقول ان الاحلام هذه بالرموز وعلمني واحد من الشباب يقول يا ولد كلها رموز يقول لي في احلام ترى ما تصير حقيقيه مثل اللي يقول انت بيصير لك حاجه في اليوم الفلاني في تاريخ كذا ولا مرت اليوم هذا ولا يصير فيك شيء ان شفته ولا ما شفته لا تصير واحد يقول انا تحلمت وقال رحت نشأت مفسر قال انت بيصير لك التاريخ فلاني في اليوم الفلاني كذا يقول جاء اليوم الفلاني والتاريخ فلاني ما صار فيك شيء احيانا الاحلام تاخذ اشهر تاخذ سنين على بال ما تتحقق ما سجعت طيب انا عندي سؤال معلش وش الفرق بين الحلم وبين الرؤية الحلم والرؤية كلها واحد الرؤية رؤية صادقة خلاص حقيقة الرؤية واقع على محالة بعد مشهد بس الرؤية صادقة الحلم أحيانا يصدق أحيانا بس الرؤية صادقة الرؤية يكون وقتها قبل ثلاثة فجر